وبدايتنا راح تكون اليوم مع الفنان الواعد حمزة فاسيل. حمزة كانت أول إطلالة ليه على قناة شروق، ولا في حياته الفنية كانت عبر برنامج بعيدا عن السياسة في إحدى الحلقات. كي كان هذاك وين راح يبدأ يحط كما يقول لك رجله في الساحة الفنية؟ فحمزة فاسيل دار فيديو كليب جديد، نشوفوا واش قالنا عليه واش حكى لنا التفاصيل عن هذا العمل، تابعوا معنا. الجديد ان شاء الله انا موجودين الاغنيه مع لا برودكسيون ستوديو اكابيلا افيك دي جي عادل افيك عبدو سعود. بون ما عنديش بزاف اللي خرجت ديجا اغنيه جديده اسمها ناري ناري، تلقاوها في يوتيوب، تلقاوها في لاباج تاع عادل ايبيزا. دونك خدمنا ديجا معاهم كولابوراسيون. لا شونسون جديده ان بو ريتميك باسكو خدمنا وحده سونتيمونتال مع الشتا قدامنا. انا موجودين حاجه شابه ان شاء الله، ان كليب توجور مع ليكيب اكابيلا، ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تكون فيها الخير علينا في 2022. فوالا.